ما حكم أكل القات، وما حكم الذين يأكلونه إذا كانوا يزرعونه بأنفسهم ولا يسرفون في المال؟ القات حرام أشد تحريم من الدخان، لأنه يفتر أكثر من تفتير الدخان، وهو ضار أكثر من ضرر الدخان، فهو حرام بلا شك. وعلى المسلم أنه يتوب إلى الله ويترك ما حرم الله. قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال تعالى: أحلت لكم، قل أحل لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. والقات والدخان والخمر وهذه الأشياء والمخدرات كلها من الخبائث، وبعضها أشد من بعض، لكن كلها خبائث وكلها ضارة وكلها محرمة. نعم.